لما قمت مع ما ضاع حقوق الانسان نريد وحده باش ندافعوا على الحق يعني مصلحة العامة. أستاذ منيب، المرأة هي التي تقود الآن مجلس مدينة الدار البيضاء في أول تجربة جماعية بالنسبة لها، بالنسبة لكم كيفاش تقيموا عمل تاع المجلس خلال هذه المدة تاع 8 شهر ولا 9 شهر من الانتخابات ديالها؟ اولا يعني التقييم ديال هذه المده هذه يمكن يكون شويه صعب، ولكن المساله ما مرتبطاش بالمراه او بالرجل، المساله مرتبطه بنزاهه المجموعه وبالتوفر على مشروع يعني استباقي للتنميه ديال الدار البيضاء والقدره على المراقبه ديال المشروع ديال التنميه اللي هو موجود ديال مدينه الدار البيضاء، وكيفاش يمكن لهذه المجموعه المسيره اليوم انها تنفذوا وانها تطوروا وانها تطور هذه المدينه باش تسهل العيش وتضمن الكرامه بالنسبه للمغربيات والمغاربه اللي ساكنين في مدينه الدار البيضاء. المساله ماشي مساله عندنا عمده ولا هذا بحال نو، المساله واش هاد الناس هادو عندهم الكفاءات الكافيه وعندهم النزاهه الكافيه وعندهم الغيره على المدينه ديال الدار البيضاء باش يمكن لهم ينهضوا بها، لان كانت هنا كاينه هناك اموال طائله يعني من ضمن 33 مليار اللي هي مرصوده للمشروع ديال التنميه، 13 مليار مشات في التطوير ديال الخطوط ديال التراموي وديال الحافلات، هذا الشيء خصو يتنجز بسرعه، وخص كذلك مشاريع يعني توفير الفضاءات الخضراء، توفير الفضاءات الترفيهيه وكذلك المنشات التعليميه والاستشفائيه، خاص انه المجلس يكون في خدمه الساكنه البيضاويه ويحافظ على التراث ديال مدينه الدار البيضاء ويعطي المثل في التدبير الشفاف وفي غياب يعني الرشوه وفي غياب هذا الشيء اللي احنا ما عجبناش في واحد العدد ديال المدن. المجلس مدينه الدار البيضاء الان في اطار اعداد واحد برنامج عمل ديالو، لان في نهايه السنه يكون عنده برنامج عمل، بالنسبه لكم شنو هي الاولويات ولا المحاور الكبرى اللي خصها تكون متضمنه في هذا البرنامج؟ وهو في الحقيقة مدينة الدار البيضاء اللي هي تقريبا فيها أكثر من 6 مليون ديال الساكنة راها دولة داخل الدولة، ومحتاجة الفريق اللي يكون كيف قلت يكون عنده واحد التصور منسجم ومتكامل. كاين مشاكل مطروحة بالنسبة للأزبال، مثلا المطارح ديال 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 هذه الأزبال اللي هي ما متوفراش، كاين مشكل كذلك ديال أنه التدوير ديال هذه النفايات، كاين مشكل ديال الماء، كاين مشكل ديال غلاء يعني الطاقة بالنسبة للماء والكهرباء، كاين مشكل ديال يعني كيفاش يمكن لك تنقل من جهة لجهة في جهة الدار البيضاء الكبرى اللي هو صعيب على الناس، كاين مشكل ديال السكن العشوائي، كاين مشكل ديال الأوساخ، كاين مشاكل كثيرة اللي هي يعني كيعاني منها المواطن والمواطنة اللي ساكنين في الدار البيضاء، وخاصها بالفعل يكون الفريق في مستوى. وهذه السنة احنا كنشوفوا أنه يعني انتخابات دارت في يوم واحد، لا المحلية ولا الجماعية ولا الوطنية، وهذا الشيء عطانا واحد الديكتاتورية واحد الأغلبية. كنتمناو انهم يستغلوا هذا الشيء باش يكون هناك تكامل يعني ما بين العمل المحلي والجهوي والوطني، لانه يمكن لهم يسهلوا عليهم يعني الوصول الى موارد، ماشي يغرقوا لنا مدينه الدار البيضاء في المديونيه الشيء اللي هو راه غادي فيه دابا.